تكسب قوت يومها وتحافظ على تراث بلدها، هذا ما تفعله نساء أردنيات في مؤسسة نهر الأردن، إذ يحكن تذكارات رائعة بنكهة تراثية ليحملها السائح معه أينما ذهب. سنتعرف أكثر إلى هذه التجربة التي وثقتها لوجين في التقرير التالي، كما أجرت أيضا مقابلة خاصة راح نشوفها في سياق التقرير التالي مع الملكة رانيا العبدالله. خلونا نشوف. لم يكن التراث يوما خاصة الأردني إلا رهين أياد من أبدعوا فيه وحاكوا من خلاله العالم، حاملين تراث إرث غال يسافر مع كل زائر للأردن كعلامة تميز هذا البلد بصنع أنامل أهله وخاصة السيدات. سيدات ربما لسن متعلمات ولا أصحاب شهادات، لكنهن بصناعتهن هذا وحرفتهن التراثية استطعنا بلغة الفن الموروث اختصار مئات السنوات التي مضت من تاريخ الأردن دون الحاجة لمجلدات أو كتب أو مؤرخين. احنا فخورين بشغلنا، وخصوصا انه هذا يعني منتج طبعا يحمل هويتنا الأردنية، وانه يعني هو طبعا تعرف هذا المنتجات يعني مش بالسهل انه انت تنتج وتشتغل هاي المنتجات، منتجات حرفيه عاليه الجوده من المواد الخام، وهي مصنعه بايدي يعني نساء اردنيات بدويات. هويتنا احنا لما نشوفها تعرض زي هيك طبعا نكون فخورين، يعني هذا فخر، مصدر فخر. اهم شيء بمشروعنا انه بنحاول نحافظ على الموروث التراثي الثقافي اللي هو الهويه الاردنيه بطريقه جميله جدا تحاكي العصر اللي احنا عايشين فيه. قد تخرج المراه الاردنيه من خلال حياكتها للبسط وعملها على النول ودرزها الإبرة في عالمها المغلق لتكسب قوت يومها لتبقى رقما فاعلا في المجتمع، وكل هذا في رسالة تحمل عنوانا عريضا فيه الدرزة الأردنية والحبكة البدوية والجرة الريفية تقص موروث الأردن ليمسي حاضرا يفتخر به ويسحر كل سائح قادم ليكون واحدا من مقتنياته الثمينة. فخر كبير اني انا اشتغلت هذا الشغل وعماله بنعرضه والناس تتفرج عليه ومبسوطه فيه، خصوصا لما جلاله الملك بتيجي علينا بتزورنا وبتشوف اشغالنا وتنبسط فينا وتشد على ايدينا ان احنا كمان نكمل المسيره ونكمل بهذا الشغل. انا طبعا فخوره بانه كل هذا الشغل كلهم بنعرضه وكل دول العالم بتشوفه عماله. أيام وليال وأنامل نساء البادية والريف لا تتوقف عن الغزل والنسيج حتى يصنعن تحفا فنية تشف عن موروث الأردن. أعمال تعرض في مؤسسة نهر الأردن التي أمست مزارا يقصده السياح أخذين منه ذكرى هي الماضي الذي صنع بأيدي أهله ليبقى حاضرا حيا لا يموت. يسعد صباحكم مشاهدينا، تعودت اني دائما احط مقدمه لكل الضيوف اللي بيكونوا موجودين معي، ولكن ضيفتي اليوم اكبر من ان تعرفوا، اكبر من انه انا احط لها صراحه يعني اي مقدمه ما راح توفيها حقها، فلذلك افضل اني ابدا معها جلاله الملكه رانيا العبدالله. يسعد صباحك. يسعد صباحك لوجين، شكرا كثير على هالمقدمه. اكيد طبعا احنا تشرفوا بوجودنا معك، وعن جد شكرا لقبولك هذه الدعوه. هذا شرف لي وانا سعيده بوجودي معك، وصباح الخير لجميع المشاهدين. الله يسلمك. جلاله الملكه، اذا بنتكلم عن قطاع السياحه في الاردن، احنا نعرف هو غني كثير، ولكن للي ما قد زار الأردن، حالتي أنا أول مرة أزور الأردن، فحابة أعرف إنه وين ممكن أروح وإيش اللي تميز فيه الأردن. إن شاء الله لو جاي ما بتكون هاي آخر مرة تزور الأردن. يعني هي أنا بعتبر إنه الأردن جميلة بتنوعها. في عندك الجبال الخضراء، وفي عندك الصحراء، في عندك المعالم الأثرية، وفي عندك المدن العصرية، فبالتالي يعني في لكل سائح في تجربة فريدة ممكن إنه هو يعيشها. يمكن كثير من المشاهدين بيعرفوا الأردن من خلال البترا أو العقبة أو مثلا جرش أو البحر الميت، ولكن في كثير أكثر بالأردن. ففي مثلا السياحة الدينية، في السياحة الأثرية والتاريخية،
في السياحة العلاجية، وفي كمان سياحة عائلية. بنفس الوقت هلا في كمان السياحة المستدامة عم بنشوف عليها إقبال كثير. ولكن يمكن الشيء اللي بيميز الأردن أكثر شيء، واللي بسمعه بصراحة بشهادة كثير من الزوار، هو الإنسان الأردني. يعني دائما بيحكوا بقديش الإنسان الأردني مضياف، كرم عنده، فهمان، بحب الزوار. يعني هذا اللي لقيته من البارح لليوم ما شاء الله. هم الحقيقه الاردنيين بحبوا بلدهم، بيفتخروا فيها وبحبوا يفاخروا فيها. فبالتالي اذا كان كل زائر بيشوف الاردن من عيون الاردني حيحب الاردن وحيرجع لها ويزورها مره ثانيه. مؤسسه نهر الاردن واللي اسستيها جلالتك عام 95 ولليوم قاعدين نشوف نتائج فعلا مذهله ورائعه انعكست بشكل مباشر. يعني خلينا نتكلم يعني بشكل اصغر انه على المراه الاردنيه كيف اعطتها هذه الثقه؟ خبريني اكثر عن هذه المبادره. زي ما حكيت هي المؤسسه تاسست بسنه 95 وهي كانت لتمكين المجتمعات المحليه. فالحمد لله لغايه الان استفاد منها يمكن اكثر من مليون شخص بطريقه مباشره وغير مباشره. وهي اجت هاي المشاريع اللي شايفتيها لتلبيه حاجات المجتمع، لخلق الوظائف، لاستغلال المصادر المحليه. وبالتالي من خلال هاي المشاريع بتمكن المراه، فالمراه لما بتشتغل بهاي المنتجات وبصير في عندها دخل، بصير في عندها ثقه بالنفس، بصير في عندها دور داخل عائلتها باتخاذ القرار، بإدارة شؤون عائلتها ومجتمعها. في كثير مثلا من الستات لما حسوا عندهم ثقة بالنفس في منهم انخرطوا بمجالات مختلفة مثل السياسة وغيرها. حلو. وكمان بنلاحظ انه المرأة لما بصير في عندها دخل، هذا الدخل تصرفه على عائلتها، فبالتالي بتصير قادرة انها تعلم ابنائها ومنهم بيروحوا على الجامعة، فمستوى معيشتها ومعيشة عائلتها بيرتقي وبيرتفع. فهي هي يعني من الفوائد. والحقيقة لما نطلع حوالينا على جميع هالمنتجات بحس انه هي حيكت بايادي انا كثير بفتخر بانجازاتها. جميل. يعني هدول الستات يعني مثلا اذا بتطلعي هون في جداريات بعض منها يمكن اخذ حوالي 5 شهور حتى يخلصوها، واشتغل عليها حوالي 15 سيدة. فبالتالي خلال ال5 شهور هدول 15 سيدة كان لها دخل دائم من جدارية واحدة. فهذا شيء يعني الحقيقه بنفتخر فيه جدا. جلست معك لقيت انه في كثير انجازات ليكي وكثير مشاريع ومبادرات، منها مدرستي، منها جائزه الملكه رانيا سواء للمعلم او حتى المدير المتميز، الى اي مدى لعبت دور عملت نقله نوعيه في مجال التعليم؟ انا يعني بالنسبه لي التعليم اولويه، يعني بحس انه كل طفل لازم يحصل على تعليم، وبشعر انه دوري يمكن واجبي ما اتممته حتى يحصل كل طفل اردني على تعليم نوعي. ليش؟ لأنه بحس أنه التعليم هو عامل حاسم في حياة كل إنسان، هو بمثابة الخيط الفاصل ما بين أنه الواحد يكون عنده المعرفة والجهل، ما بين الحياة الكريمة وذل الحاجة، ما بين الخيار والاضطرار. فالتعليم هو سلاح بيحمل الإنسان معه وفي جميع أنحاء، يعني طوال حياته وفي أي مجال بيدخل فيه التعليم هو سلاحه. والتعليم النوعي مش بس انه الطفل يروح على الصف ويدرس، ولكن المنهاج يكون تفاعلي، يكون يعلم الطفل كيف يسال، كيف يكون عنده يعني حب التعلم مش بس بالداخل الصف ولكن من محيطه، كيف انه يكون عنده الادراك انه يناقش، ينمي قدراته الابداعيه. كل هاي مهمه جدا حتى تنمي الشخصيه العربيه اللي فعلا ممكن تفيد مجتمعها. وطبعا ما بننسى اهم عامل بالتعليم هو المعلم. يعني لو كان حتى لو المنهاج مش ممتاز، حتى لو يعني البيئه مش فظيعه بالمدرسه، اذا المعلم متحمس، اذا المعلم بحب مهنته وبيفتخر فيها وبيهتم بالطالب، ممكن انه هو يعطي الطالب ثقه بمجالات ما كان عنده ثقه فيها، وممكن انه ينمي قدراته بطريقه هائله. فالمعلم اهم شيء يمكن في عمليه التعليم. جميل. معروف عنك ايضا جلاله الملكه تواصلت ما شاء الله عليك في السوشيال ميديا او المواقع الاجتماعيه الفيسبوك والتويتر، وهذا كمان نفس الشيء بياخذ من وقتك ومسؤوليه كبيره وتواضع كبير اكيد منك. كيف بتتواصلي مع محبينك ومع متابعينك؟ تعرف هذا التواصل مهم جدا، لانه احنا هلا صرنا عايشين بعصر اذا ما كان في تواصل مستمر مستحيل انها العلاقه تستمر. اكيد. يعني الناس ما بتحب بس تسمع، بدها تنسمع كمان. وانا بشعر انه من خلال هذا التواصل ممكن اني اكون اقرب الى للناس، بقدر اتعلم منهم،
أسمع أفكارهم آرائهم يلهموني بتجاربهم، فهي كلها أشياء مهمة جدا بالنسبة لي وبتغنيني أنا. فيعني بشعر إنه هاي وسيلة إنه الواحد دائما يكون قريب من الناس وقريب من آمالهم وهمومهم كمان. حلو، اكيد يعني هذه لفته نقدر نقولها انسانيه كمان اكثر من اي شيء ثاني منك. يعني ما ننسى كمان ما شاء الله عليك، يعني مجله فوربس يعني اختارتك ضمن اقوى 100 امراه على مستوى العالم، اذا يعني تاثيرك ما عاد هو محلي او اقليمي وانما عالمي. وفي نفس الوقت انه اللي بعض يتساءل، بعض النساء بتقول لك انا ما عندي وقت، ولكن انت ما شاء الله عليك ملكه زوجه وام، ورغم ذلك قادره انك توزعي وقتك بشكل صحيح، فلذلك كيف ما شاء الله عليك قادره فعلا تعملي هذا التوازن؟ بتعرفي يمكن يعني ما بقدر اقول انه دائما بوزع بطريقه صحيحه يعني، وزي اي امراه عامله دائما في شعور بالذنب، يعني اذا الواحد بيكون بالشغل بحس بالذنب تجاه اولاده انه يمكن مقصره مع اولادي، اذا بتكوني مع الاولاد بتحس انه يمكن في اشياء بالشغل مش عم بتلبيها، فدائما في هذا الشعور انه الواحد يمكن مقصر او شاعر بالذنب. بس بذكر حالي بقول انه هذا الشعور بالذنب شعور غير ايجابي، وما بعطي طاقه، بعطي طاقه سلبيه وما بنتج شيء بالاخر. فهي الفكره انه الواحد يمكن ينظم وقته يوميا، يرتب اولوياته، ما يشعر انه لازم يعمل كل شيء لحاله. يعني اذا في حدا ممكن يساعدك لازم تخليهم يساعدوك. انا مثلا بعتمد على امي كثير مثلا مع الاولاد، اذا كان في عندي مثلا سفر ولا شيء اتاكد هي بتتاكد انهم اكلوا كويس، انهم عملوا واجباتهم. برتب نهاري مثلا انه بشوف الاولاد قبل ما اطلع على الشغل الصبح، قبل ما يروحوا مع المدرسه، بحاول ابتعد عن اي التزامات مسائيه حتى اكون موجوده برضه بعد الظهر اشوف اذا بعملوا واجباتهم انيمهم. فبس الحمد لله كمان هم ما شاء الله كبروا والاحتياجات برضو عم تختلف، بس يعني هي ما في معادلة مثالية اللي هي تعمل توازن ما بين متطلبات العمل والعائلة. لازم هاي الواحد دائما يحاول انه يرتب اولوياته بطريقه مستمره. يعني بتضلي جلاله ملك اكيد قدوه لكل امراه عربيه تحاول فعلا تكون ناجحه سواء كام كزوجه وايضا كفاعله في مجتمعها. تسلمي، اكيد شرفنا بوجودك معنا اليوم في برنامج صباح الخير عرب، شكرا لوجودك معنا. الله يخليكي، لنا كل الشرف. شكرا شكرا لك، شكرا.